المنيو بتاعنا النهارده بدأنا بشوربة الجزر، والشتا يحب الشوربة، كوارع، شوربة الرز باللحمة، شوربة العدس بتاعتنا الجميلة، الاختراع المصري الجميل اللي بندرسه للعالم كله، مش علشان هو عدس، عشان ده من خير أرضنا، العدس المصري لا يعلى عليه، سواء العدس أبو جبة أو العدس الأصفر، نعمله شوربة، نعمله برجر، نعمله باللسان العصفور، نعمله كشري زي ما احنا عايزين. طبعا كل ده هنشوف التفاصيل دي ان شاء الله باذن الله تعالى الايام جايه. حلو الكلام. انا بعمل النهارده شوربه الجزر، نشوف مقاديرها على الشاشه. معايا جزر مسلوق مسبقا اختصارا للوقت، بصله وتومه بحشوحهم على النار مع معلقه سمنه. حلو الكلام. اهو شوربه الجزر دي مدرسه مختلفه. اهو بصلايه ناعمه، فص توم، الجزر مسلوق قطعته مكعب، كريمه لباني، كل ده مع بعضه. اهو وشويه زعتر حلوين محترمين. اهو وسنة كركم صغيرة نفس اللون بتاع الجزر ولكن قيمته الغذائية عالية جدا. اهو كل ده فين يا عم الشيف؟ في قلب الحلة. ايه السر هنا بقى؟ نصلي على الحبيب قلبك يطيب. حلو قوي. معايا بوكيه جرنيه، انا واقف في المطبخ وقلبي حاطط في بطن بطيخة صيفي زي ما بقولوا، يعني مطمئن لان معايا تيست، معايا فليفر، معايا جزر وكرفس وبصل وتوم وطماطم، ورق لورا وحبهان في قلب الميه بيغلي، باخده كله مع بعضه كده. اه خلصت الشوربه. يا ويلي ايه الحلاوه دي. اه خلص الكلام. هو ده المطبخ، عايزك في المطبخ كده تبقى عارفه انت بتعملي ايه. اه ونروق الدنيا عشان مخرجنا. اه مهم جدا تكوني عارفه احتياطاتك وترتيبك في المطبخ. طبعا انت معكيش مخرج ولا معاكي وقت، بس انت معاكي مملكتك المطبخ، فلازم تكون حتى في الاعتبار ما توقفيش في المطبخ كتير. عندك اسره، عندك ولادك، في اهتمام عائلي، فما تشوفوا اللي بيكلموك تقولوا لهم انا في المطبخ بعمل لكم اكل خالص. اه والجزر خلاص جاهز معانا، الشوربه جاهزه، بص عليها كده اهي. اخر حاجه هنحط الكريمه اللباني. لا دي مش هتحط لها نشا خالص، الكريمه اللباني كفيله في ان هي تدينا القوام بتاع الشوربه اللي احنا عايزينه. اه كل القصة ان احنا هنحط شوية كرفس بلدي في الاخر خالص عشان خضارها يبان في قلب الشوربة. بتحط كرفس، بتحط بقدونس على اي نوع من انواع الشوربة، تحطيه وقت التقديم. اه زي الفل. يعني تعالوا مع بعض نغرف الشوربة بتاعتنا ونحط الكريمة اللباني. انا قلت لك يا استاذ رحاب الحلقة فيها شغل كتير. دايما بيسألوني قبل ما بطلع الهوا ايه خط سير العمل؟ في حلقة ما بتاخدش شغل كتير، وفي حلقة تاخد وقت كتير. تفاصيل، ثلاث دقايق زعلتيني. الشوربة، ادي الكريمة اللباني. بص على الكريمة اللباني وهي نازلة مع الجزر. جزر يعني فيتامين سي. اه 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 ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ اه اتغيرت لونها على طول. نقلبها. يا ويلي يا ويلي، ايه اللون الحلو ده؟ لون كهرماني. نضربها في الخلاط اختياري، ممكن نضربها في الخلاط وممكن ما نضربهاش، بس انا من الناس للامانه والله العظيم مش علشان مفيش وقت، انتوا عارفين لما بتكلم الصدق، عايز لما اشرب شوربه الجزر الاقي في حاجه كده امضخها ما بين سناني والطعم يبان ان هو جزر، انما لما اشربها كده وهي لها القوام ده كده يعني مش مفيش مجهود هنا. خلي بالك الجزر طالما مسلوق وطري زي الفل. اهو اهي اهي جربي اعملها كده. اهو اهو ناخدها مع بعض كده ونغرفها. اهو الله، تعملي زي بقى، يا سلام لو عندك حته لحمه مفرومه وتكورها صغير كده زي داوود باشا وتحطها في الشوربه دي وهي بتغلي، تبقى شوربه الجزر باللحمه. يا سلام لو عندك فراخ مفرومه وتعملها كفته صغيره كده وتكورها صغير زي داوود باشا وتبقى شوربه الجزر بالدجاج، وهكذا. عندك شويه جمبري حلوين تحطهم في قلب الجزر ده كده وشوربه الجمبري بالجزر. حلو الكلام. اه دي مدرسه احنا بنقول لك عليها وانت حره. اه كده شوربه الجزر خلصانه زي الفل. اه